وله المشتري أن يشتري لأحد غرضين، مشتري للأمة، أن يشتريها خدمة أو افتراشا، لأن الله تعالى قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. طيب، فإذا ما امتلك هذه الأمة صارت حلا له، هو، أما غيره فهي حرام، حل لسيدها، أما غير سيدها فحرام. بقي الكلام عد عن بدن هذه، هل هو عورة ولا ما عورة، وما حدوده؟ هنا ما نحل البحث عندنا، هنا هذه الممتلكة بالنسبة لغير سيدها ما حدود عورتها؟ وفي الرجال والإيماء فهي إيش؟ من سرتهم للركبتين، فاستقل ما بين سرتها إلى ركبتها. هذا مشهور مذهبنا والحنفية والأصح عند والمالكية والأصح عند الشافعية، مشهور مذهبنا والمالكية والأصح عند الشافعية. وقال الحنفية بأن عورتها هي كعورة الحرة من محارمها، الحنفية أتباع أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي المولود سنة 80 هجري. أبو حنيفة يقول وأتباعه، قال لا، عورتها كعورة الحرة من محارمها، اللي هي إيش؟ ما عدا مواضع الزينة عند المغاربة، هو مذهبه مغربي في هذا الموضوع. وقال الحنابلة وعليه داود الظاهري إنه عورتها كعورة الحرة تماما لا فرق، قالوا لأن بدنها بدن أنثى، والرق أمر عارض، فلها ما للأنثى من حكم، وهذا الأمر العارض لا يغير شيء. لكن هذا مردود بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الأدرى بالفقه والعلم كان إذا رأى الأمة تستر رأسها أمرها بكشف، قال لا تتشبهن بالحرائر. بعض العلماء قالوا بأن الأصل في النساء، كنا أن لا يحتجبن، ما يستر الرؤوس، حتى نزل قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالوا فتوجه الخطاب إلى حرائر النساء دون إمائهم، هذا الخطاب ذا، يعني يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن، هذا الخطاب هل تدخل فيه الإماء أو لا تدخل فيه الإماء؟ من ها هنا فرقوا بينهن لوجود الخطاب. والعلة من هذا التفريق إيش؟ لماذا؟ وبعض العلماء قالوا هي ما تكشف الأمة إلا كلها عورة إلا ما تحتاج إلى كشفه في المهنة والخدمة، تحتاج إلى كشف ساعديها وإلى كشف رأسها وعنقها وإلى كشف ساقيها إلى ركبتيها في الخدمة. فلذلك قالوا الأمة في حال خدمتها عفى الشرع عن هذه المواضع وقال لا يلزمها سترها، لأن الله يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من إيش؟ من حرج، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا هو الدين، والدين عسر لم يكن، والدين يسر لم يكن عسيرا، فيسروا لا تظهروا التنفيرا.